بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوحدة دي هي الوحدة الـ 12، آخر وحدات المنهج إن شاء الله هنحلها النهاردة كلها. فلو أنت تسمع الفيديو ده فأكيد حضرتك كل الفيديوهات نزلت الوحدة الـ 12، ودي آخر فيديوهات في محتوى السنة دي. بعد كده هنبدأ في كتاب ماي فريند، مراجعة نهائية. مش ماي فريند بس اللي هنحله، هنحل أكتر من كتاب، بس هنبدأ بماي فريند إن شاء الله. أول سؤال بيقول لك: محمد صلاح is a talented. talented يعني موهوب. is a talented player who has achieved، الذي حقق marvelous success، نجاحا باهرا. he is really a living a. كلمة lie دي معناها يكذب على حد. legend أسطورة. superstition دي اللي معناها الخرافة، الخرافة. fable دي القصة الرمزية. الأول كده قبل ما نبدأ عايزك تعرف إن كلمة fable دي هي القصة الرمزية اللي بيكون هدفها إنها تعلمك moral، قيمة أخلاقية، أو بيكون فيها مسج، فيها رسالة ليك. ونحكيها دايما للاطفال، بتكون غالبا بتتضمن شخصيات حيوانات. طيب بالنسبه لليجند، ليجند دي حاجه من اتنين. كلمه ليجند، ليجند دي لازم تعرف عنها حاجه اتنين، بمعنى متفوق في مجاله. يعني بمعنى لما اقول لك مثلا محمد صلاح از ا ليجند، محمد صلاح ده اسطوره يعني متفوق في مجال كره القدم. مستر فلان ده ليجند يعني شاطر ومتفوق في مجال تدريسه مثلا. الحاجه التانيه، كلمه ليجند كمان لها معنى تاني اللي هو ايه، بيقول لك ان الليجند دي هي القصه اللي بتحكي عن بريف بيبول. يعني ايه بريف بيبول؟ لو انت بصيت فوق كده هتلاقيه معرف لك الاثنين بشكل لطيف وكيوت وما فيهوش اي مشاكل. ليجند دي اللي بتحكي لك عن البريف بيبول، الناس الشجعان، والمغامرات والماجيكال ايفنتس. يعني بيحكي عن الناس الشجعان والسحر والمغامرات، يبقى ده ليجند. طيب لو قال لك ان القصه اللي بتحكي عن الناتشرال او الهيستوريكال ايفنتس، اعرف ان دي بيحكي لك باسمها ميث على طول. طيب تعال نشوف كده. الراجل في الجمله دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك القصه في رقم 2، طب احنا ما حلناش الاولى. قلنا الشخص اللي حقق انجازات عظيمه جدا لو محمد صلاح ده يعني متفوق في مجاله، فهنقول عليه ليجند خلاص كده. طب الثانيه هي القصص اللي تم عملها باي بيبل هو وونتد تو اكسبلين هاو اور وورلد وركس ساتش از هاو ناتشرال ايفنتس اوكر. ما دام قال لك ناتشرال ايفنتس، اعرف ان دي اسمها ميث على طول. لو انت رجعت كده تاني بالذاكره لورا هتلاقي بيقول لك الناتشرال ايفنتس والهيستوريكال ايفنتس، اعرف ان دي اسمها ميث. طيب الجمله اللي بعدها بيقول لك ذا نايل، نايل ان هو النيل، خد بالك قبلها لازم يكون في ذا. No longer النيل لم يعد بيعمل فيضان floats as it used to as a result of the high dam. بيقول لك بسبب السد العالي فالسد، فالنيل لم يعد يحدث فيضانات اللي هي floats. طبعا rains اللي هي الامطار، move يعني ينقل او ينتقل، في move to لو انت فاكر، وفي move into عدينا عنه قبل كده. move to ينتقل الى مكان مش عايزها مش عايزين مفعول بعدها، لكن move into لازم بعدها مفعول. اقول لك مثلا زي move into a new house. طيب الريجيت يعني يروي، ممكن نستخدم بدلها كلمة ووتر برضو اللي معناها ماء ويروي. طيب الرقم 4 بقول لك ستوب بينج توكاتيف. توكاتيف دي معناها ثرثار، كثير الكلام يعني. بطل بقى تكون ثرثار. I am fed up with you. I am bored اللي معناها مليت، و I am annoyed نفس القصة برضو، زهقت أو مللت your lies كذبك. There should be يجب أن يكون هناك انخفاضا إيه في الناشونال بيرس، في معدل المواليد القوي المحلي. To achieve more development عشان نحقق استقرار اكثر وتطور، يبقى steady. steady معناها لما نقول steady decline يعني انخفاض مستقر ثابت يعني. طيب myth can be passed not from one generation to another، بيقول لك ان الميث الاسطوره دي ممكن تنتقل من جيل لاخر. ينتقل بقى في الاسطوره تنتقل من جيل لاخر، دي حاجه من اتنين، اما انك تقول passed on او passed down. الاثنين موجودين وهنحلهم دلوقتي في جزئيه المينيتستس. رقم 7 The police have strong A that the factory worker is the killer. البوليس عنده دليل قاطع ان العامل اللي في المصنع هو القاتل. انت عارف ان كلمه دليل اما ايفيدنس او زي ما انا كاتب لك كده بروف. طب هو الاختيارات لو فيها بروف هنا هناخدها، لا ليه؟ لان كلمه ايفيدنس اسم لا يعد، طب بروف اسم يعد، فكان المفروض نقول A strong proof زي ما هنشوف في صفحه بعد كده. My friend is really not he never brags out ما بيتفخرش ابدا بانجازاته، يبقى ده راجل هامبل متواضع. عكس الهامبل الشخص اللي عكسها طبعا الشخص الاروجنت اللي هو متكبر او الكونسيتد او ممكن نقول براود. He behaved with great not towards his rival، هو تصرف بايه كبيره تجاه منافسه بعد ما فاز اللعبه. اكيد تشيفري اللي هي معناها المروءه والبطوله والشهامه. هاترد لكرهيه، انفي اللي هو الحقد، واكتيفيتي اللي هي النشاط. الراجل ده كان سلوكه بينم عن شهامه بعد ان فاز. having healthy food انك يكون عندك وجبات صحيه، اطعام صحيه يعني. and doing sports وممارسه رياضه هم secrets of youth، هم اسرار الشباب. الايه ترى الاكسترنال دي معناها الخارجي
واورديناري عادي، ايترنال اللي هو الدائم، وليميتد المحدود. ايترنال دائم معناها ايترنتي، منها ايترنتي اللي هو الدوام، الدوام او الاستقرار. طيب فانا عايزك تفهم كده ايترنال يوث معناها الشباب الدائم. The purpose of not is to teach lesson or moral، اللي بتعلمك درس او قيمة اخلاقية، ما تكملش قراءة تروح نازل على فيبل على طول. قلنا ميث اسطورة، وقلنا سوبرستيشن اللي هي الخرافات، ولايز اللي هي الكذب. رودينا نوت when she heard that she got، عبالكوا كده يا رب، 99%. لما رودينا جابت 99% فهي cheered يعني ابتهجت. look back يعني ينظر خلفه، يعني ينظر لذكريات الماضي. flood اللي هو يفيض او الفيضان، وتشوب يعني يقطع. teaching is undoubtedly، التدريس بلا شك هو profession، ايه مهمة ايه او مهنة ايه، هي the career of prophets، هي مهنة الرسل الانبياء. يبقى honorable معناها مهنة شريفة. debatable قابل للتفاوض. steady يعني ثابت. وgrateful ممتن. ما تنساش ان احنا عند grateful عندنا ثلاث ملحوظات انت اكيد عارفهم، grateful و thankful. thankful نفس المعنى، بنجيب بعدهم to شخص وبعدين for شيء. قالك I'm grateful to you for your support، I'm thankful نفس القصة. دول بيساوي كلمة appreciative. appreciative appreciative، بس appreciative حرف الجر اللي معاه of. you if you want to succeed in life and work، لو انت عايز تنجح في الحياة والعمل. don't not لا ايه، the past is history not destiny، فالماضي هو تاريخ وليس وجهة يعني او كيان بالنسبة لك. طبعا شو بيقطع، فلاد فيضان. look back اللي هو ينظر خلفه، فلو انت عايز تنجح في الحياة فلا تنظر للماضي. be careful not to cut your finger، خليك حريص لانك انت ممكن تجرح اصابعك. while بينما it's shopping، انت تقطع اللحم. بعد كده you can see not in armor، armor اللي هو الدرع يعني. يمكنك ان ترى النايتس الفرسان في دروعهم في الافلام التاريخية. causes اسباب، chivalry شهامة، و evidence دليل اللي هي اسم لا يعد. scientifically علميا. clean and refresh your eyes، بتنظف وتنشط عيونك اللي هي tears. tears هنا معناها دموع، ولو استخدمناها كفعل بمعنى يمزق، وانت عارف ان في كلمة اسمها torn اللي معناها ممزق. بيس طبعا اللي هو الوتيرة او السرعة. armor زي ما قلنا اللي هو الدرع. وميث اللي هو الاسطورة. I not on my bed for a few minutes to relax، انا عملت على سريري لمدة دقائق عشان استرخي. look back يعني ينظر للخلف. stretch out امدد جسمي يعني تمديد الجسم، اللي احنا بنسميها تنطع يعني في ثقافتنا. cheered ابتهج. posted تفاخر او تباهى. it wasn't polite of him، لم يكن من الادب ان هو يعمل ايه، about his wealth عن ثروته، في حضور الناس الفقراء ان هو يتفاخر عن ثروته. fed up معناها يمل او يزهق. stretch out يتمدد. look back ينظر للخلف او يفكر في الماضي. عنتر بن شداد is not knight، عنتر بن شداد ده هو فارس اسطوري اللي هو legendary. طبعا jealous دي معناها غيور. steady ثابت، weak ضعيف. the novel is vastly a، the author presents the main characters as more extreme or dramatic than he really is. بقولك ان المؤلف بتاع القصة بيقدم الشخصية الرئيسية بشكل اكتر من اللازم، معنى كده ان هو exaggerated اللي هو معناها بالغة فيها. realistic واقعي، authentic حقيقي، وhistoric تاريخي. sorrowfully مما اثار الحزن. the young man lost his mind، ان الرجل فقد لبه. and wounded his neighbor، وجرح جاره. in a note of anger، in a fit of anger في نوبة من الغضب. ولو قلنا a fit of sadness يعني نوبة من الحزن، لاحظ ان كلمة نوبة دي دايما بتيجي مع الاشياء السلبية، ما ينفعش اقول لك نوبة من السعادة مثلا. وما تنساش برضو ان كلمة fit لائق بدنيا. تمام. بيتر is an intelligent student، بيتر ده طالب ذكي جدا. but he lacks، لكنه ينقصه hesitation التردد، ولا motivation التحفيز والحافز. radiation الاشعاع، و obstruction من obstruct الاحتكاك. to achieve more success، لكي تحقق نجاحا اكثر. you will need a lot of perseverance، اللي هو انت محتاج مزيدا من الاصرار والعزيمة. طيب الراجل طلبه ايه بقى، بيقول لك كلمة perseverance ديت بتساوي مين، اللي هو الاصرار العزيمة، يبقى determination. وعلى فكرة ممكن ناخد معاها will، لكن deterioration ده التدهور او الدمار. it is not easy to defend such a brave knight، ليس من السهل ان ان تهزم هذا الفارس الشجاع. in armor الذي يرتدي درعه، لما نقول knight in armor يعني الفارس الذي يرتدي درعا.
العرب ايه were known for their bravery، معروفين بشجاعتهم، honor كرم شرفهم يعني، and skill اكيد الفرسان العرب اللي هم knights. I was over the moon، انا كنت سعيد جدا. due to دي كلمة بتعبر عن الريزن او الكوز اللي هو السبب، بقول لك انا كنت سعيد جدا بفضل او بسبب success of my not daughter، بسبب نجاح ابنتي beloved المحبوبة. overall التكلفة الاجمالية يعني الاجمالي، real life الحياة او الواقعي، فيروس العنيف. being polite to women ان تكون مؤدبا مع النساء، and old people والناس الكبار is part of our moral ايه، هي جزء من الايه الاخلاقي عندنا. عندك حاجة اسمها المورال كود اللي هو الميثاق او الدستور الاخلاقي، وطبعا emergency اللي هي الطوارئ، contest اللي هي مسابقة زي competition، وبروف دليل، وزي ما قلنا ممكن نجيب قبلها عشان تبقى اسم معدود. modern technology التكنولوجيا الحديثة has made the not of a change in our life very fast، التكنولوجيا الحديثة جعلت الايه بتاعة التغيير اكيد البيس اللي هي وتيرة التغيير في حياتنا سريعة جدا. she is both beautiful and polite، هي مؤدبة وجميلة. you are just not of her، كل ما في الموضوع ان انت jealous يعني غيور منها. طبعا جنرال سني كريم بولايت مؤدب، وفيد اب، فيد اب معناها يمل من او يزهق من. 31 in the past في الماضي economic activity was not mainly around farming، في الماضي النشاط الاقتصادي كان ايه بشكل اساسي على الفارمنج الزراعة يعني، was centered يعني كان مرتكزا او مركزا. بوز معناها توقف، اوكر معناها حدث، واوبيد معناها اطاعة. فانت بتقول النشاط الاقتصادي كان مرتكزا على الفارمنج. It is difficult to know the importance of getting enough sleep to your health. الجملة رقم 32 دي جملة كده ملهاش أي 60 لازمة، ولا تحس ولا تفهم الراجل عايز يقول إيه، بس المهم هو عيب، هو بيقول لك في الجملة إنه من الصعب إنك تعمل إيه في أهمية النوم الكافي لصحتك، دون تتبرع، ريسك يخاطر، إكزاجريت يبالغ، جاذر يجمع. حلو الكلام. الجملة الاثنين دول المفروض واحدة منهم صح يعني، لو إحنا خدنا ريسك فدي هيكون معناها من الصعب أن تخاطر بأهمية النوم لصحتك، بمعنى ما ينفعش تقول ان انا بنام ساعتين ومكفيني، لا المفروض تنام لك 6 ساعات، لان كده بتخاطر باهميه النوم فريسك. طب لو خدنا اكزاجريت معناها واحد يقول لك النوم الكويس مفيد للصحه فانا هنام 13 ساعه فهو كده بالغ. فالاثنين دول مشكوك فيهم يعني. الراجل في الاجابه دي مقترح رقم سي في اجابه الكتاب يعني، طبعا رجعت لها عشان اشوف السؤال الهبل ده، بس انا مش مقتنع لا بي ولا بسي. يعني الجمله فيها مشكله، فيها لبس، فيها حاجه غلط، هو حب يعبر عنها بس ما عرفش. 33 our not teacher never allows anyone to talk without permission، بقول لك المعلم بتاعنا ده ما بيخليش حد يتكلم غير لما يستأذن. يبقى المدرس ده ويلسي ساري ولا اونست امين ولا ستريكت صارم، وفير معناها عادل، ومعناها لو قلنا عادل مثلا ومعناها معرض لما نقول بوك فير، ولو قلنا كمان فير بلاي يبقى اللعب السليم او النظيف. you have to pay the printed price، حضرتك لازم تدفع السعر المكتوب على الورقه. البرايسز الاسعار عندنا في المحل ده ليست ديبيتابل، ليست قابله للتفاوض، هتدفع المكتوب على الورقه من غير فصال. على فكره بدل ديبيتابل دي كان ممكن نقول ار نوت نيجوشييتد يعني غير قابله للتفاوض، اللي خدنا كلمه نيجوشييت قبل كده. موست تشيلدرن لايك ذا فيبل اوف ذا نوت، فيبل الناس الاطفال كتير بيحبوا قصه السلحفاه والارنب، يبقى ذا هير. ذا بوليس لانشد ا نوت اتاك، البوليس اطلق هجوما ايه على الخلية الإرهابية، يبقى أكيد فايرس أتاك يعني هجوما عنيفا. مستر محمد عمر، مستر محمد عمر عقد إيه عشان يشوف مين اللي هيعرف يحل المسائل الصعبة في الرياضيات، أكيد كونتكست اللي هي معناها منافسة. مانشستر يونايتد was not by 5 goals، مانشستر يونايتد was defeated يعني هزمت. على فكرة كان ممكن نقول was beaten برضو هزمت، ونفس السياق ممكن نقول مانشستر يونايتد lost to مثلا اهلي، يلا نزيط، مانشستر يونايتد خسرت امام الاهلي، او مانشستر يونايتد لوست باي 5 جولز يعني مانشستر يونايتد خسرت ب5 اهداف. لو قلنا لوست 2 يعني خسرت امام. they are not good sons، هم ليسوا ابناء جيدون او بنات جيدات يعني الناس اللي ما بيقدروش او الذين ليسوا ممتنين لابائهم. this disease هذا المرض not mainly in hot african countries، هذا المرض يحدث او موجود يعني تحديدا اللي هي اوكر. ما احنا خدنا قبل كده كلمه اوكر معناها يحدث، وخدنا كلمه اوكر برضو بتساوي كلمه بريزنت او اللي هي بي بريزنت يعني اللي هو بيكون موجود او اكزيست. سام باسرز باي، بعض عابري السبيل، هاف نوت تو سي ايه، لكي يروا ماذا كان الرجل يبيع، اكيد جاذرد يعني تجمعوا، اكزاجريتد معناها بالغه، ريسكد معناها خاطره، دونيت التبرع. He kept not his opinion even after it turned out، بعد ما اتضح يعني
to be inaccurate بعد ما اتضح ان رايه خاطئ هو استمر في الدفاع عن رايه defending and attacking others opinion والهجوم على اراء الاخرين لو انت عايز attack my children like the 1994A of the Lion King cartoon خد بالك كرتون دي اللي هي 2 او دي لفيلم الكرتون يعني بيقول لك ان ابني بيحب نسخه الكرتون بتاعه 1994 اللي هي الفيرجن من قصه فيلم اللاين كينج انا شخصيا بحب الفيلم ده والله when giving a presentation لما نيجي نقدم عرض not for a few seconds بنعمل ايه لمده ثواني معدوده بعد ما نقول حاجه معينه مهمه عشان الناس تفكر اكيد بوز توقف لفتره قصيره the not cost الايه التكلفه الايه بتاعه اللابتوب وصلت 25000 اكيد اوفر اول اللي هي التكلفه الاجماليه ما تنساش ان كلمه beloved دي معناها محبوبه او معشوقه real life الحياه وفايرس عنيف in case of not في حاله الايه اتصل ب 122 اكيد emergency اللي هي حاله الطوارئ wait a moment please انتظر لدقيقه من فضلك I will be back in a while سأعود إليكم in a while يعني بعد فترة وجيزة من الزمان people who volunteer الناس الذين يتطوعون لكي ايه blood لكي يعملوا ايه في الدم يعني are good citizens هم مواطنون جيدون اكيد اللي بتجمعوا لكي يتبرعوا اللي هي donate my experienced lawyer could easily not I was innocent ابني المحامي الخبير ده المحامي الخبير could easily استطاع بسهولة ان يثبت انني كنت بريئا اوعى تنسى ان innocent عكسها guilty ما ننساش ان كان في كلمه خدناها قبل كده كان في الوحده تقريبا السبعه باين اللي هي acquitted الاكويتد يعني ايه يثبت انه بريء يبرأ يعني اتس not play ليس لعبا اكيد fair play ليس لعبا نظيفا لو انت استمريت في اللعب بينما شخص ما مصاب في الارض traffic congestion دي اللي هو التكدس المروري is a not problem هو مشكله حديثه modern day legendary اسطوري generous كريم fit up معناها زاهق او مل a good citizen is a law المواطن الجيد يطيع ممكن نقول follow ممكن نقول stick to كمان بقى غير كده وممكن obey الموجودة قدامك وممكن كمان نقول انا قلنا obey the law sticks to the law وممكن نقول follow the law تمام people who are not sociable دي معناها شخص اجتماعي بيسلم على الناس ويقابلهم بشكل كويس وكده بيكون الناس اللي مش اجتماعيين عندهم خبرة حياتية real life experience قليلة scientists العلماء have found a strong a العلماء اكتشفوا ايه قوي of the existence لوجود الحياه على كوكب مارس المريخ اكيد بروف خد بالك الراجل قال لك هنا ايه a strong proof عارف كان ممكن نقول strong بس كده من غير a وفي الحاله دي كنا هناخد evidence دليل he his life rescuing the children from the burning house هو عمل ايه في حياته بانقاذه للطفل من المنزل المحترق يبقى هو راسك خطر ريسكد معناه خطر بحياته كي ينقذ الطفل من المنزل المحترق to be not علي did nothing wrong لكي اكون ايه علي لم يفعل شيئا خاطئا لكي اكون امينا honest wealthy يعني ثري زيها كلمة rich اللي معناها برضو غني او ثري ومنها بقى بناخد كلمة riches اللي هي الثروات ما تنساش الكلمة دي strictly معناها بشكل صارم unfair بشكل غير عادل in ancient ايه in ancient times فيما مضى في الماضي stories were told not القصص كانت بتحكى بشكل verbally بشكل شفوي is a behavior هو السلوك اللي بيكون honorable وkind وgenerous وbrave اكيد ده chivalry اللي هي chivalry الشهامة هو السلوك اللي انت بتعمله بشرف يعني ويكون فيه عطوف وكريم وشجاع طبعا legend اسطورة perseverance اللي هو الاصرار العزيمة relevance اللي هو ان هو يكون متعلق بشيء اخر او له علاقة بشيء اخر او الارتباط يعني is determination الاصرار يبقى كده perseverance is the quality of directly relating to ان الشيء يكون متعلق بشكل مباشر مباشر بيه يبقى relevance خد بالك كلمة relate to اصلا معناها يعود الى ومعناها يفهم I couldn't relate to what you said to not is to give a shout of encouragement انك تدي صرخة تشجيع يبقى تشير يعني يهتف أو يبتهج كلمة نفسها يهتف ومعناها برضو يبتهج is an ancient story قصة قديمة especially one invented in order to explain natural or historic events ال natural والhistoric اعرف ان دي مث على طول اما لو قال لك تحكي عن brave people الناس الشجعان او magic اللي هو السحر
او الادفنتشرز اعرف ان دي اسمها الليجند على طول. ليجند. طيب being not means behaving in a way that is morally correct، طريقة ان تتصرف بطريقة مقبولة اخلاقيا وتظهر انك have high moral standards، عندك معايير اخلاقية عالية، يبقى انت كده شخص honorable، شخص شريف او كريم. to not is to think about something، انك تفكر في شيء حصل لك في الماضي، يبقى look back، ينظر للخلف. an old well known story، هي قصة قديمة. often about brave people، عن الناس الشجعان او عن المغامرات والسحر، يبقى نعرف ان دي ليجند على طول، ما دام قال لك ناس شجعان اعرف ان دي ليجند. being not means continuing، معناها ان هو مستمر للابد، and having no end، ومالوش اي نهايه، يبقى eternal اللي هو الدائم يعني. 67 to not is to cut into pieces، ان تقطع الاشياء لاجزاء صغيره، يبقى تشوب، يقطع. is traditional story، قصه تقليديه. that teaches a moral lesson، بتدرس، ما دام قال لك moral lesson اعرف ان دي fable على طول. means facts، الحقائق او الاشارات اللي بتبين بشكل واضح ان الشيء ده موجود او حقيقي، ده الدليل، evidence. to not is to cover land with a large amount of water، انك تغطي الارض بكميه كبيره من المياه، دي اسمها flood اللي هي رقم بي، الفيضان. a not is a drop of liquid which comes from the eye، نقطه من المياه، السائل اللي بتيجي من العين، دي تير، الدمعه. being a means not considering yourself، انك ما تفكرش في نفسك او افكارك على ان هم اهم من الافكار بتاعت الناس التانية، وانك انت احسن من الناس التانية، يبقى انت راجل كده humble، متواضع. to not is to extend your arm، انك تمدد ايدك كده ورجلك في مكان، يبقى stretch out، تتمدد. معناها keeping the same regular pace، انك تحافظ على نفس السرعة والوتيرة، يبقى ثابت. is to talk too proudly، انك تتكلم بفخر عن قدراتك وامكانياتك، يبقى post، يتباهى او يتفاخر. خلصنا الجزئية دي، بقى ندخل على جزئية المينيتستس. أول سؤال بقول لك she not allowed shout once she heard the good news، هي أعطت صرخة عالية عندما سمعت الأخبار الجيدة، give a loud shout. attention دي الانتباه، وانت حافظ الإيديم اسمه be attention، وقلنا قبل كده بتساوي be attentive، كن منتبها. it was just a myth، لقد كانت أسطورة فقط. to think that the Nile flooded، لما تعتقد ان النيل فاض، because لأن إزيز ديت cried tears، tears معناها بكى بدموع. investigator المحققون، المحقق has not a proof، وجد دليلا، يبقى find a proof، يجد دليل عن أن أن الرجل ده كان مذنبا. he has not the risk of driving along the desert road alone at night، لقد اتخذ المخاطرة بأن يقود وحده في الطريق الصحراوي. I use my pencil، استخدم قلم الرصاص، to not notes، لكي ادون ملاحظات، يبقى make notes. رقم 7 it's good to، انه من الجيد، to a the useful lesson، الدرس المفيد، you have learned، الذي تعلمته من القصة، من الجيد ان تطبق الدرس، يبقى apply. وعلى فكرة apply ممكن ناخد مكانها implement M-E-N-T في N وعين T، implement يطبق برضو. don't believe the TV commercial about health، ما تسمعش كلام الإعلانات التجارية يعني التلفزيونية عن المنتجات الصحية اللي ممكن تجلب لك الشباب الدائم، يبقى bring eternal youth. everyone has the right to not themselves، كل شخص له الحق في أن يدافع عن نفسه، defend himself. people like the hare and the tortoise، القصص اللي بتحكي عن القصص اللي زي مثلا قصة الأرنب والسلحفاة، بنستخدمها علشان lessons to little children، teach lessons معناها نعلم الأطفال دروسا. بعد كده محمد صلاح is a legendary footballer، محمد صلاح لاعب كرة legendary أسطوري. في الجملة ديت كلمة legendary أسطوري معناها إن هو unknown يعني غير معروف، obscure غير معروف، ولا well known، يبقى well known. the pace wasn't steady، القاعدة لم تكن ثابتة. and the model fell over، ووقع النموذج على الأرض. في الجملة دي كلمة steady اللي معناها ثابت، عكسها steady ثابت، يبقى عكسها unstable يعني غير ثابت. طيب stable دي بتسويها، وbalanced وfirm برضو بيسويها. steady بالنسبة لكلمة ايه، زي كلمة legendary أسطوري، وobscure يعني غير معروف أو مغمور، يعني دول عكس بعض، يبقى انت عايز كلمة عكس كلمة steady. تعال نشوف كده، loose اللي هو واسع أو فضفاض، open handed كريم يعني، وفري هاند طبعا مالهاش علاقه بالحوار ده خالص، يبقى لوز.
الحاجة الثابتة معناها عكسها الحاجة الواسعة المهلهلة الغير مستقيمة أو غير ثابتة. الإيكونوميك إيه؟ الإيكونوميك سيتويشن إز ستيدي، الموقع أو الوضع الاقتصادي ثابت أو صارم. هنا كلمة ستيدي ممكن نحط مكانها يعني الكلمة اللي بتساويها كلمة فيرم. طبعا الباقي عكسها، وين يو ار هامبل، لما تبقى متواضع، معنى كده انك انت مش متكبر، يبقى مش براود. بعد كده التست التالت، ريفرز للانهار، وين ذير از فيري هيفي رين، عندما يكون هناك مطر كثيف فالانهار بتفيض، يفيض يعني فلود، ودي برضه يفيض بس الانهار جمع فناخدش الفعل مضاف له اس، فلود يفيض وفلودز معناها يفيض برضه، فلودنج الفيضان، فلوتس برضو الفيضانات. The not of rivers الايه بتاع النهر الانهار بيحدث لما ما يكون في مطر كثيف، اجد ايه الفيضان، the flood و the flooding الاثنين معناهم فيضان، يبقى A و C. fans الجمهور ابتهج او يبتهج عندما فريقهم يحرز هدفا، يبقى تشير، مش هناخد دي لان الفانز اسم جمع. اربعة، I have heard several A has the national team scored more goals، هو الفريق القومي احرز اهداف كثيره لان انا سمعت هتافات، يبقى تشيرز. She is over the moon فانت سعيده جدا. She must have received a brace of not news اكيد تلقت خبرا مبهجا، يبقى انت عايز مبهجا اللي هي تشيرنج، ما انت عارف ان تشير يعني يبهج وتشير معناها يهتف، تشيرز هتافات وتشيرنج معناها مبهج او مسعد او مفرح، وتشيرفول مبتهج يعني فرحان. هنا مثلا بقول لك هي از هو شخص اكيد شخص مبتهج يبقى تشيرفول. The fireman not the fire to rescue the family who were trapped inside. فاير من رجال الاطفاء، الاطفاء ممكن بريف يعني يتشجعون، وبريف التشجع ماضي او مضارع، بس هو قال لك هنا وير يعني كده الجمله ماضي فاكيد بريفد. He fired his secretary in a fit of anger. هو طرد السكرتيره بتاعته في نوبه من الغضب. كلمه fit نوبه من الغضب معناها agreement اتفاق ولا تشابه ولا ماتش مباراه ولا اوت بريك اندلاع او انتشار اكيد اندلاع. She is always posting دايما بتتفاخر بشأن her role in the company بشأن دورها في الشركة اسمها post about. بما انها برضو post بتساوي براود فبراود كان بيجي معها of وبوست برضو about او of. Public spending اللي هو الانفاق العام يعني continues بيستمر في الارتفاع at slow pace بوتيرة بطيئة. في الجملة دي at slow pace بوتيرة بطيئة عكسها بسرعة اللي هي quickly. Most of his speech is centered around يعني متكز حول عائلته. He made up his story to justify يعني هو اختلق القصة، ألف القصة لكي يبرر فشله. الفريزال فيرب اللي هو made up اختلق بتساوي invented، على فكرة كان ممكن created. Stop posting man توقف عن التفاخر يا رجل. We are all fed up لاحظ انه قال لك we are عشان تعرف ان كلمة fed up معناها مل او زهقة، دي صفة قبلها verb to be. لقد مللنا من ذلك، فهنا كلمة fed up معناها ملة بتساوي كلمة annoyed زهقة وبورد ملة يبقى A و B. Myth used to pass الأساطير اعتادت أن تمر أو تعبر من جيل لجيل، يبقى pass down و pass on زي ما قلنا في أول صفحة خالص الاثنين صح. أحمل challenge someone to شيء يعني يتحدى شخصا في شيء اسمها challenge to. At least على الأقل he could relax for a while استطاع ان يستريح لمدة قصيرة من الزمان. كلمة for a while هنا بتساوي for some time او for a short time او for a period of time. he stretched a in the warm sunshine on the beach هو تمدد اسمها stretched out تمدد في المكان المشمس على الشاطئ. خلصنا كده الجزئية دي، لسه معانا الميني تيست نمبر 5. بيقول لك يا عم my business is based a as one انت عارف ان بيسد دي احنا خدناها قبل كده كتير، بيسد ان معناها مبني او قائم في، بيسد اون معناها قائم على، انت بتقول ان مشروعي قائم في اسوان يبقى ان. في اللي بعدها هيز اوبجكشن يعني اعتراضه مبني على جدوله المشغول يبقى اون. يو نود تو سبيك كوايت نوت فور ذا بيبل ات ذا باك. قبل ما نحل تعالى كده بس الاول اقول لك ان لاودلي معناها بصوت عالي، دي بتساوي ان A loud voice معناها بصوت عالي، فكلمة A loud دي معناها عالي الصوت. طيب A loud دي معناها بصوت مسموع. بقولك انت محتاج تتكلم A for the people at the back للناس اللي قاعدين ورا. انا شايف ان رقم C ورقم A هما الاثنين منطقيين، انك تتكلم بصوت مسموع او بصوت عالي، والمنطقية الاكتر كلمة A loud دي. طب ليه؟
انك انت تتكلم بصوت مسموع مش بصوت عالي، مش هتزعق انت عشان الناس اللي في الاخر يعني اكيد. المهم المنطق بقى بتاع الجمله ديت للراجل حط له السؤال يو نيد تو سبيك كوايت، انت المفروض تتكلم بصوت عالي الى حد ما تزعقش يعني عشان الناس يسمعوك. طيب ادخل على اللي بعدها، يقول اي دونت ثينك اني بودي، ما اعتقدش ان اي شخص سمعني وايل اي واز ثينكينج، بينما كنت افكر الاود اللي هي رقم اي معناها افكر بصوت مسموع. يعني بيفكر بصوت مسموع يعني بيفكر بيقول لك انا النهارده هعمل كذا كذا كذا، يعني بيتكلم كده بصوت عالي وده افكاره يعني. طبعا ما فيش حاجه دي اسمها بيفكر بصوت عالي، هو بيفكر بصوت مسموع يعني هو سامع صوت نفسه يعني. وي موف تو اسوان، انتقلنا لاسوان ان 2002 ليه في سنه 2002. I haven't seen my friend مجدي from now من الآن، from now on من الآن فصاعدا، from on دي طبعا مش ده هبدا ملهاش معنى، from then on من ذلك الحين، لكن from now on من الآن فصاعدا يعني من النهارده للمستقبل. طيب from then in من الماضي إلى الآن، طبعا أنت بتقول أنا رحت أسوان في 2002 من ذلك الحين حتى الآن ما قابلتش زميلي. And what is traditional short story، قصة تقليدية بتعلمك moral lesson، اعرف انها fable على طول. Is an old well known story often about brave people، يبقى دي legend على طول. طيب ancient story especially مش عارف invented in order to، بيحكي عن natural history يبقى دي myth على طول. طيب بعد كده خلصنا ده كده، يبقى ده المنتست الخامس.